السلام عليكم. هل ساعات كده بتصحى من النوم حاسس انك متضايق، مقرف، عندك كده احساس باليأس بالاحباط؟ ناس كتير بيقولوا لي اه طبعا، بس في حد بيقول لي لا عمري ما حسيت باكتئاب ولا يأس ولا توتر. عايز اقول للاستاذ اللي بيقول كده ان حضرتك يعني حاجة خرافية، يعني شبه البعو كده أبو رجل مسلوخة، يعني الحاجة اللي مش ممكن. فيش إنسان في الدنيا ما بتجلوش لحظات أو أوقات يحس فيها أنه مش مبسوط، مش عايز أقول مكتئب يعني، أو بس يعني. فإحنا قلنا نعمل إيه علشان نفيد بعض ونعرف إيه الأسباب اللي بتؤدي بينا لأن إحنا نبقى مش مبسوطين أو مقرفين أو مكتئبين أو عندنا إحساس كده بالطاقة السلبية. نتكلم إحنا مع بعض من غير متخصص؟ لا طبعا. فقررنا إن إحنا نجيب أستاذ من الأساتذة المتخصصين في علم النفس عشان يفيدنا. فمعانا النهاردة دكتور أحمد موافي، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا اهلا مدنشة، شرفتنا وانستنا. الله يخليك، ميرسي. عايز اقول لحضرتك ما شاء الله كده وشك بيدي طاقه ايجابيه. الله يخليك والله، الحمد لله. يعني من اول ما شفت حضرتك واحنا كلنا النهارده قاعدين بقى لحضرتك، لان كل مشاهدينا ساعات كده بيبقوا مقرفين يعني. طيب. فاحنا حابين نستفيد من حضرتك ومن رايك. طبعا. قبل ما نستفيد عايزه اقول لدكتور احمد كل سنه وانت طيب وعقبال 100 سنه. الله يخليك. النهارده عيد ميلاد حضرتك، هابي بيرثداي تو يو. ميرسي. مش هسألك بقى طبعا كام سنه، مش مشكله يعني، ما حدش بيحب يقول. كل سنه وانت طيب. ميرسي. يا رب سنه سعيده عليك وان شاء الله تحقق فيها اكتر من اللي بتتمناه. يا رب. ميرسي. انا مبسوط ان انا معاك النهارده طبعا، وكانت فكره كويسه او ان انا ابقى معاكي في يوم عيد ميلادي، دي حاجه حلوه يعني. يا حبيبي حلوه علينا ان شاء الله. متشرفه. ويا رب تكون حلقه حلوه واكون ضيف خفيف عليك وتاخدوا طاقه ايجابيه مني، بس ما تاخدوهاش كلها علشان يعني سيبوا لي حبه حاجه تمشيني. طيب. لا يا حبيبي ربنا يكرمك. بما انك قلت ناخد منك طاقه ايجابيه، فمن فضلك عرف لنا، احنا بقى في مصطلح الطاقه السلبيه ده كتر قوي وساعات ما بنبقاش فاهمينه. طبعا. يعني ايه طاقه سلبيه؟ وهل في ناس بتدينا فعلا طاقه سلبيه؟ هل في اماكن بنروحها بنحس بطاقه سلبيه؟ كلمنا عن الموضوع ده. طبعا. هو بصي، من الاول الطاقه السلبيه دي هو مصطلح بيوصف حاجات، يعني بيوصف اعراض، بيوصف مشاعر بحسها، بيوصف سلوكيات بعملها. يعني هو لوحده كده حاجه بتوصف حاجات. زي ما قلت انا عندي دور برد، يعني ايه برد؟ عندي اعراض البرد، فبفهم من الاعراض الوصف اللي انا بوصفه ده. طيب يعني ايه بقى طاقه سلبيه؟ الطاقه السلبيه نقول اعراضها فانتوا هتفهموها على طول. اول حاجه، في اعراض جسديه للطاقه السلبيه، في اعراض جسديه. يعني متخيله ان واحد مثلا يصحى جسمه وجعه، عنده وجع في معدته، صداع بتاع من غير سبب، فجاه كده بقاله كام يوم انت مالك؟ لا انا جسمي وجعني. طيب الاحساس الدائم بالضيق او الخنقه، او ان انا صاحي من النوم ماليش مزاج اعمل حاجه، دي طاقه سلبيه. ثانيه واحده، الحاج بتقوله ده ايه ده بقى؟ دي طاقه سلبيه. ده بيحصل يعني، بيحصل لمعظم الناس. ايوه، ما هو ده دي الحاجات الجديده اللي احنا عايزين نركز فيها النهارده، لان الموضوع فعلا ممكن اكون فيه وانا مش حاسس، ما اعرفش ده ايه، ما انا مش عارف اشخص نفسي فسايب نفسي فباخد طاقه سلبيه اكتر. الحاجه الثالثه ان انا دايما قاعد القي اللوم على الناس، قاعد الوم في الناس. حاجه رابعه ان انا بعيش دور الضحيه كتير، الناس بتعمل فيا وبتسوي فيا وانا مش قادر اعمل حاجه. الحاجه الخامسه ان انا دايما متنرفز ومش عارف اعمل كنترول على نفسي. إن مودي قاعد يعلى وينزل وانا مش عارف اعمل كنترول، ان انا مش عارف اتحكم في حياتي، تفلت مني، مش عارف اسيطر، حاسس ان انا مش قادر افكر، اخد قرارات، اتحكم في مشاعري، في عواطفي، في انفعالاتي. كل دي طاقه سلبيه. الحاجه السادسه ان انا دايما مزاجي وحش، مايل للحزن، وبتتبع الاخبار الوحشه. شفتي انت اللي يدخل على الفيس كده خبر محزن يجيبه؟ ايوه. شفتي اللي بيتشد المغناطيس؟ أيوة. هو ده. اخبار حوادث، الحاجات دي من الحاجات اللي بنبقى شغف ان احنا الحاجه نشوفها. برضو اللي مهمه كمان، يقعد يجيب في الماضي واللي فات ويقعد ينكش فيه كل شويه، ده انا حصل لي كذا زمان كذا. انت متخيله كل الحاجات دي؟ دي طاقه سلبيه وبتزودها. كل ده يعني الستات طبعا، مفيش ست فينا ما بتجيبش اللي فات القديم لجوزها. فاكر لما عملت لي مش عارفه امتى، 30 سنه فاتت؟ بتفتكر من بعيد؟ اظن ان الموضوع خلص من 20 سنه. بتجيبه تاني. دي طاقه سلبيه وبتقلب، يعني كل الحاجات دي اعراض الطاقه السلبيه. فاي حد يعني هل ممكن انا ابقى بدي طاقه سلبيه لبيتي؟ لجوزي او لاولادي؟ طبعا. ما انا قلت لك اهو، احساسك انك صاحي من النوم مثلا مش قادره تعملي حاجه، ده
او مالكيش مزاج. يعني في فرق بين انا مش قادر ومش عايز. انا ممكن اكون قادر ما عنديش اي تعب بس مش عايز، ماليش مزاج. الحاجة التانية ان انا اتنرفز من اقل حاجة. اللي انا عندي هايبر سنسيتيفيتي كده على اللمسة. طبك مثلا بنتك وقعت، يعني زي بيقول لك انا مش طايق حد يحك لي في مناخيري. ايوه بنتك وقعت كوباية تضربيها علقة جامدة. طب هي كوباية يعني بنتك ولا الكوباية؟ فاهمة اللي هي حتة ان انا مع على اخري دي. دي كلها حاجات طاقة سلبية. طب ما هو طب اكتر فئة معرضة للطاقة السلبية الستات اكتر ولا الرجالة اكتر؟ بصي هو نظريا وعلميا وواقعيا الستات. يعني ليه؟ عندكم هرمونات كتير قوي. يعني بسميها هرمونات ايفري وير، يعني اللي هو ايه في اي وقت وبدون مقدمات كمان. يعني الهرمونات طبعا طاغيه عليها شويه، الست ايموشنال اكتر من الراجل. فدايما المشاعر بتاعتها طاغيه عليها في التفكير. يعني هو ممكن يكون بيفكر بتفكير عملي وبسيط جدا، ممكن يقول الكلمه من لسانه مش من عقله. من لسانه تقعد تحلل بقى انت كان يقصد ايه. هو عايز منها حاجه او هي عايزه منه حاجه، فيقول لها لا مش عارف ما تتصرفي انت. هو مثلا بيلعب في الموبايل، اتصرفي انت، انت عارف انت قلت لي ايه، يعني انت مش مسؤول مش عارف. الموضوع يكبر. فدي كلها حاجات، وطبعا هنعرف علاجها دلوقتي. طب بنعمل ايه؟ انا عرفت دلوقتي الاعراض اللي عندي، وطبعا دي عند كل الستات. يعني ربنا يا رب يخفف علينا. مش معنى بتتكلم على الستات، لان حضرتك انا ستات وانا بقى الست عليها والله العظيم مسؤوليات كتير جدا، يعني شايله هم كبير جدا. طيب اتعالج ازاي عشان ابقى كل ايجاب كده ومفرفشه واضحك على طول واقوم بسرعه انضف حاجتي؟ طيب. واعمل بيتي ورقه وقلم بقى نكتب علاج الطاقه السلبيه. يلا بينا يا جماعه كل واحده ورقه وقلم تسمع دكتور. هو الموضوع ببساطه ان انا يعني ايه بغير طريقه حياتي شويه من ان انا في طاقه سلبيه او اكتئاب او حاجه لحاجه تانية. طب ايه الحاجات ببساطه؟ زي ما في اعراض في حاجات برضو علاج. يعني نتعامل مع الموضوع كانه مرض كده. طب ايه علاجه؟ اول حاجه ان انا ابعد عن الناس السلبيين اللي كل شويه يدوني طاقه سلبيه، اللي ما بيشجعونيش على ان انا اعمل حاجه جديده في حياتي. انا رايح اقدم في دبلومه في معهد في كورس في ماجستير بتاع، يا عم ليه ده هيتعبك وياخد فلوسك وبتاع. دي ناس بتدي طاقه سلبيه، ابعد عنه، قلل كلامك معاه. حاول تتخلص من الافكار السلبيه اللي عندك وتتحولها لايجابيه. زي ايه مثلا؟ اصل انا فاشل، انا كسلان، انا مش هنجح بتاع. حولها، طب ما انا هنجح، ممكن انجح. زي ما انت حطيت ال 50% اللي هم احتمال الفشل، حط ايه 50%، طب ما انا ممكن انجح. اعكس افكاري السلبيه بافكار ايجابيه. طيب انا شايفه النصيحه دي اكتر لاولادنا اللي ممكن يبقوا حاسين ان هم لسه العمر قدامهم طويل بس حاسس بالفشل اللي حواليه. دايما يقول يا فاشل، يعني في امهات انت فاشل، انت طبعاً. انت مش هتنفع، بتقارنها بقرايبها، وبص اخوك مثلا او بص اختك او بص ابن خالتك عامل. ف اول حاجه ان انا ماليش علاقه باي سلب اسمعه. يتخلص منها ازاي دي؟ انه يركز على اهدافه هو، يعني يعرف هو عايز ايه ويبدا يعمله. يعني ازاي يحقق او يفكر ان يبقى ليه اهداف صغيره صغيره يحققها في اقرب وقت. نجاحي في الاهداف الصغيره دي بيحسسني ان انا شخص ناجح وفاعل وقوي. ان انا لما احط هدف خلال سنه واحققه، كورس مثلا، تمرين جيم، فجسمي بدا يظبط، فحققت هدف صغير. طب ما حتى خلي الهدف يا دكتور يكون زمنه صغير عشان اتشجع، فاحط هدف ست شهور شهرين. أيوة دي الاهداف الصغيره. تمام. لما انجح فيها بتشجعني بقى ان انا اعمل اهداف اكبر. تمام. تالت حاجه او رابع حاجه ان انا ما افكرش كتير في الماضي، ما اقعدش اقلب فيه. ليه؟ الماضي لا يمكن تغييره. طب اعمل فيه ايه؟ اتعلم منه. انا خسرت حاجه، حصل لي مشكله، اتعلم واركز في اللي جاي. تمام. رابع حاجة أو خامس حاجة، ودي حاجة مهمة جدا، ممارسة بقى حاجة زي الروحانيات، الصلاة، اليوجا، المديتيشن، التمارين، التنفس من وقت للتاني. خامس حاجة ودي مهمة جدا، إن أنا ما التزمش بروتيني اليومي. ناس كتير بتحول نفسها لموظف، حتى لو هو مش موظف يعني، بس هو بيحول نفسه لموظف. إزاي؟ من الشغل، البيت، بتاع الروتين اليومي ده اللي هو كل يوم لو ما كسرتوش بهواية، بممارسة حاجة، برياضة، بجيم، بنادي، بكورس، بخروجه، هيحولني الاله مع دمة الشعور، فاكتئب اكتر وطاقه سلبيه تزيد. حلو قوي. حاجه بقى مهمه ليك انت بقى، قول لي بقى. البيت. ايوه احكي لي. البيت لو مكركب، لو في تراب كتير، لو في هدوم مرميه في كل حته. طب ليه حضرتك اشرت ليا في البيت مكركب؟ انت ست البيت. يعني ما دي الستات البيوت، يعني دي جوه البيت اهو، احنا ما خرجناش بره. تمام. البيت لو مكركب، هدوم مرميه في كل حته، تراب، غبار، مش عارف ايه، حاجات ملهاش لازمه وقديمه كده مرميه، كراكيب. ايوه دي كلها بتدي طاقه سلبيه. ايوه يعني هي عندنا بتدي ازاي؟ ما تفهميش، بس هي كده بتدي طاقه سلبيه. ان دكتور عندي مشكله في عدم نظام. معلش. إيه بقى؟ انا بحتفظ بحاجه ومش عارفه بحتفظ بيها ليه، وعملت لي فعلا كراكيب جدا.
بحتفظ بالبرطمانات ما شاء الله. وحضرتك فعلا دي عامله اكتئاب ومش هين عليا ارمي البرطمانات. طب بتستخدميها ولا بتحتفظي بيها بس؟ بحتفظ بيها اقول ايه يمكن ان شاء الله اخلل فيها مثلا زيتون او ليمون. يا جماعه تصريح على الهواء ان مدام نشوه شخصيه وسوسيه. دي الشخصيه الوسوسيه اللي بتحب الاهتمام بالتفاصيل، طب انا خايف ارمي البرطمان اللي احتاجه بعد 10 سنين، ممكن تلاقي نفسك قاعد معاك البرطمان 15 سنه وزي ما هو. ايوه. فالفكره دي نتخلص منها ازاي؟ ان انا اكسر الدايره دي، ان البرطمان في ضرميه. ايوه اكسر البرطمان، هي دايره كده. تمام. ان انا احتفظ بالتفاصيل والترتيب والتنظيم، بس هو مهم، بس ما يبقاش زياده، يعني احنا قلنا بس نرتب البيت ننظفه، الهدوم المرميه ننظفها ونظبطها. الحاجة المهمة برضو ان انا اكرر الحاجات دي. ناس بتفهم ان انا بقول لهم الحاجات دي فيعملوها مثلا اسبوع اسبوعين ويزهق، يا يعني دكتور انا ما خفتش. الاستمرارية. يعني انت لو ما استمرتش في الحاجات دي شهر شهرين ثلاثة وخليتها اللايف ستايل بتاعك هترجع تاني والطاقة السلبية ترجع لك، لان دي زي المرض. زي البرد، لو انا ما خدتش احتياطاتي هيرجع لي طاقة سلبية تاني او برد تاني. تمام؟ عارف يا دكتور كان نفسي في ايه الفقره دي؟ ان احنا نفتح تليفونات للناس لان هتلاقي طوفان كل اللي قاعدين دلوقتي. طب انا يعني طب بالنسبه للاكتئاب بقى اللي هو ده بيتهيألي حاجه بتبقى وصلت للمرحله ما فوق الطاقه السلبيه. ده مرض. وصل حل فيها استسلام مش قادره اعالج. بصي ولا قادره انفذ البنود اللي حضرتك قلت لي عليها علشان اتخلص من الطاقه السلبيه. لو وصلت لمرحله الاكتئاب. اعمل ايه؟ الاكتئاب اللي هو مش عايز اعمل حاجه. بصي الاكتئاب بقى اصعب شويه، يعني ده يعتبر مرض ليفل اعلى من ليفل طاقه سلبيه وشويه حاجات كده. ان هو حزن شديد، احساس بعدم الرغبه في الحياه، احساس باني ماليش لازمه، ماليش طموح، ماليش هدف، فقدان الاستمتاع بالحاجات الممتعه، مش عايز اعمل حاجه في حياتي. وفاقد طعم الحياه بيوصل احيانا، وطبعا اللي احنا بنسمعه عن الانتحار. ليه انتحر؟ عشان في اكتئاب. نعمل في ايه الاكتئاب علاجه؟ بيبقى اصعب شويه، بينقسم جزئين، جزء دوائي عشان انا دكتور فبكتب دواء. وطبعا ده مهم. ليه؟ لان كيمياء الجسم بتبقى متلخبطه، فبكتب دواء، نوع دواء بس انا اللي بكتبه، محدش يروح الصيدليه معلش عندك دواء الاكتئاب اخده، محدش هيديله في الصيدليه كمان دواء الاكتئاب. تمام. الحاجه الثانيه بقى بنعمل نفس الحاجات اللي احنا عملناها للطاقه السلبيه دي، اللي هي تغيير اللايف ستايل، لايف ستايل موديوليشن، بغيره بظبطه، ببدا اعمل الحاجات الايجابيه، بشوف لو الاكتئاب نوعين برضو عشان نقطه مهمه، لو في سبب للاكتئاب بيبقى علاجه اسهل. طيب انا للاسف للاسف الفقر خلصت وانا عندي اسئله كتير مش عارفه طبعا حاجه الاكتئاب لان انا عندي اسئله معلش وعايزه يعني لازم تكون معانا تاني لو سمحت. ان شاء الله اكيد. لا بجد لان عندنا يعني كلنا يعني بلاوي سودا، فنفسي فقر كمان المره الجايه يبقى كمان في تليفونات عشان كل المشاهدين يستفيدوا من حضرتك. دكتور انا بشكر حضرتك جدا. ميرسي، انا اسعد والله. وكل سنه وانت طيب مره ثانيه. طيب عقبال 100 سنه يا رب. وسلامي بقى للاسره ان شاء الله. تسلمي. ميرسي. ميرسي جدا. الفقره دي للاسف خلصت، معلش انا اسفه، يعني كلنا كنا عايزين نستفيد اكتر، لكن الفقره الجايه بقى مفيده جدا لاي حد بيربي حيوانات اليفه او عايز يربي حيوانات اليفه او ولاده عمالين يذنوا عليه عشان يجيب في البيت حيوان اليف. خليكم معانا، ما تروحوش في اي حته، عندنا معلومات مهمة جداً.